كل ما تحتاج معرفته حول سكر ستيفيا، منافع وأضرار واستعمالات ستيفيا. ستيفيا وهي عبارة عن نوع من النباتات التي يستخدم لصناعة سكر قليل السعرات. هناك فرق شاسع بين ستيفيا التي تباع وتسوق في المحلات التجارية والتي يمكن أن نزرعها في البيت، فالتي نشتريها جاهزة لا تحتوي على أوراق ستيفيا كاملة، وإنما هي مصنوعة من خلاصة أوراقها فقط. لذلك من الأفضل زراعتها في المنزل واستخدام الأوراق لتحلية الأطعمة والمشروبات. وعموما ستيفيا لها طعم خفيف وخاص يشبه عرقسوس وبمذاق مر قليلا. فوائد ومنافع ستيفيا: استعمال ستيفيا يغذي البنكرياس ولا يرفع مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارا ممتازا لمرضى السكري، لأنها قد تساعد في التحكم والسيطرة على مستويات السكر في الدم وإبقائها منخفضة. أشارت بعض الدراسات على أن استخدام ستيفيا يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الكلي ومستوى الكوليسترول الضار ومستوى الدهون الثلاثية بدون آثار جانبية سلبية، كما أن استخدامها زاد من مستوى الكوليسترول الجيد. سكر ستيفيا يساعد بشكل ممتاز على التخسيس وإنقاذ الوزن نظرا لعدم احتوائه على سعرات حرارية عالية أو كربوهيدرات. تساعد ستيفيا في الوقاية والحماية أو مكافحة ومنع بعض أنواع السرطانات من خلال تعزيز موت الخلايا السرطانية. الأضرار والتأثيرات السلبية لستيفيا على الصحة: لم يتبين لحد الآن أضرار تذكر حول استخدام ستيفيا، لكن تبقى القليل من المخاوف حول بعض الأضرار لاستخدام ستيفيا. فقد أشارت بعض الدراسات على أن ستيفيا قد تؤدي إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي، وستيفيا الخام قد يضر بالكلى والجهاز التناسلي وجهاز القلب والأوعية الدموية، وقد يقلل أيضا من ضغط الدم ويبقيه منخفضا جدا. لذلك فستيفيا هي اختيار خاطئ وسيء بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم. وبعض الأنواع من ستيفيا التي تباع في المحلات التجارية قد تحتوي في بعض الأحيان على نسبة قليلة من سكر الكحول الذي قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات أو الإسهال، كما أنه ليس جيدا للمرأة الحامل أو المرأة المرضعة استهلاك سكر ستيفيا الذي يحتوي على نسب من سكر الكحول. كيفية استعمال ستيفيا بطرق صحيحة وفعالة: يمكن استخدام ستيفيا بديلا مناسبا لسكر المائدة في الأطعمة والمشروبات المفضلة لديكم كالعصائر والشاي والقهوة وغيرها، وذلك عن طريق استبدالها بسكر المائدة. كما يمكنكم كذلك إضافة أوراق ستيفيا الطازجة مباشرة إلى المشروبات الساخنة.